synchronous or asynchronous business process model notation processes. You can also use them to define the interface you process exposes to other processes or services. طبعا هون احنا بنحكي عن events messages او عباره عن المسج العاديه. مش في عندنا مسج تبعت مسج تبعت مسج من خلال الايفنت مسجز او من خلال السند اند ريسيف تاسك. وهيت بنحكي عن الفرق بينهم. They are very similar to message event. Task very similar to the message event. You can choose to use one or the other. يعني يا بستخدم task يا ما إيش بستخدم message event. Message event. They only the only difference they have with message event is that they إيش support boundary events. طب شو الفايدة منهم؟ يعني احنا هاي تعملنا نحكي. اول حاجة قلنا انت ممكن تسوي communication ما بين process مع process اما باستخدام المسجز اللي هي event messages send و receive او task. وقلنا التنتين equal. شو قلنا التنتين equal؟ بس هون بدي اقرأ الجملة اللي بعديها. بقول don't mix them with send receive messages in one model. يعني task ما تحطش في الموديل نفسه. مرة تستخدم send receive message من خلال الشكل البيضاء الشكل المستطيل ومرة تحط اللي هو الشكل الدائري لأنه تنتين زي بعضهم. don't mix. ماشي. طبعا إلا إذا كانوا إيش send receive إذا كانوا إيش is not boundary event. إذا كان boundary event ما تقدر تحط boundary event. أنا بحكي عن اللي كانوا في النص أعداد في نص الفلو. في نص الفلو يا بتستخدمهم كلياتهم الدائرة يا أما كلهم تستخدمهم الصندوق السند والرسيف. طيب نرجع مرة تانية. شو الفرق ما بين إني أستخدم سند أو رسيف إيفنت أو أستخدم تاسك؟ شو الفرق بينهم؟ المسج ايفنت بقول انه تدعم يعني تعمل سبورتنج للباوندري ايفنت. لو كنت لما تعمل سبورتنج للمسج من بول لتول من بول لتول تعرف توصل المسج. لا هو هون احنا بنحكي بنقول انه في المودل الواحد يا بتستخدم دائري اللي هو الايفنت يا اما بتستخدم التاسك. ما بصحش تستخدم التنتين. بس طبعا بتقدر تستخدم الايفنت الدائري للباوندري وين ما كان بغض النظر يعني استخدمته مع تاسك او بدون تاسك. الباوندري ايفنت بقدرش احط لغير الدائري. في عندنا في عندنا اتاتشمنت للتاسك يكون مربع ما فيش. بس انا بقول شو الفرق بين ان هي في عندي تاسك زي هاي خلنا يعني هاي في عندي فلو وهاي في عندي سواء كان send او receive. نفترض انه هذا عبارة عن receive والفرق بينها وبين شو ميزة ان استخدم التحتانية عن الفوقانية او الفوقانية عن التحتانية؟ طبعا تنتين equivalent زي بعض. طبعا هذا مسج كمان مسج. هاي جيت على هون وقت ايش تتحرك وتطلع برا؟ لما توصل المسج تتحرك لما تصل المسج ما وصلتش بس وين هاي نفس الاشي. لا فيش العمل الوحيد زي هاي ويتي. بس بقدر شو احط هوني على سبيل المثال احط تايمر اكسبشن انه اذا صار شيء معين يروح يسوي اشي تاني.
بقدر احط هون ايرور، اذا حدث ايرور بيسوي ايش ثاني، احط اذا اجت سيجنال او اذا اجت كمان مسج من مكان اخر، كمان مسج مسج اخرى غير المسج الاولاني. اذا الانترميديت ايفنت اذا كنت حاطه انت للمسج، اذا ما اجت المسج راح يضل واقف هون. شو مالها؟ ممكن تسوي لها اكسبشن ومخرج، استنيت ساعه ساعتين ثلاثه ما جاش المسج، تقدر تروح على فلو اخر غير الفلو الاول. فاذا هاي الفرق بينهم. احنا لو عملنا برا حتى الان بنحكي نعم مسج اشمل من التاس، مسج فيها قوه انك تقدر تطلع منها، هذا ما فيش فيها، هاي فقط العمل المحدد. الطريقة الثالثة في الـ asynchronous communication، إذا في عندنا إما هاي أو هاي أو من خلال signal events اللي هي البرودكاستينج، من خلال البرودكاستينج بيكون في عندك process يعني pool بتسوي برودكاستينج، وفي عندك receiver موجود في مكان آخر اللي هو عبارة عن event based signal، هي دائرة وعليها مثلث، دائرة في داخلها مثلث، هذا شو معناها؟ receiving للsignal، receiving للsignal. إذا هي الثلاث طرق الـ asynchronous communication، معنى أنت بتبعت وفي مكان ما، على سبيل المثال لو كانت هذه إرسال، كان في عندي هون إرسال واحدة ثانية نفترض هيك جاية، وعندنا هاي أرسلت شيء بعتت شيء من بول، هذه في بول وهذه في بول تانية، هذا ببعث للبول بيسوي هذا بروسس زي ما بده، في لحظة لاحقة ما شو ببعث؟ رد ريبلاي. ولذلك هذه ايش هي؟ قلنا asynchronous، سواء كان event based process based task based task او انه من خلال السيجنال. They enable you to broadcast a message to multiple processes. كمان هذه جيدة بالنسبة للبرودكاستينج، انت بتبعت ممكن يكون لك مجموعة كبيرة من البروسيسز كلها ويتينج للإشارة هاي، لما تستلمها بتبلش في البروسيسينج، the process waiting for that specific message react to it and react to it. هاي الكلام الموجود عندنا هذا من أوراكل، يعني هذا استخدموه في أوراكل، موجود طبعا هو في البيزنس بروسس موديلنج ان جنرال، لكن هذا من جزء من الدوكيومنتس تبعت أوراكل، مسوى له امبلمنتيشن عندهم في هذه الطريقه. الطريقه الثانيه اللي هي سينكرونس، السينكرونس من خلال السيرفيس تاسك، من خلال السيرفيس تاسك. ليش هذا سينكرونس؟ لانه انت هذا بول، البول الثانيه اللي هون عندي بتسوي كولينج لسيرفيس تاسك اللي حكينا عنها اللي هي عليها المسننات، تبعت لها باراميترز ماشي، وبتضل تستنى ما بتطلعش من البروسيس. هذول هذا بتبعت وبتكمل، عشان هيك شو قلنا عنها اسينكرونس. هون بدك تتخيل في عندك كولينج، هي هذه بعتت كولينج لبول ثانيه، البول الثانيه بتشتغل وبرجع لها باراميترز، بترجع لها زي فانكشن function، سواء كانت acknowledgement انها اذا بدها ترجع شيء بتسوي acknowledgement، بس اذا كانت مثلا على سبيل المثال وزاره مثلا الماليه او وزاره التربيه بعثت لوزاره الداخليه رقم هويه تستنى انه accepted ولا not accepted، ما بطلعش من هذه الا لما يجينا الرد. هي الفرق ما بين asynchronous و synchronous. مسج 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 عند الرسيف قصدك انت؟ حكينا الاسبوع اللي فات انا زي ترابط بينها ولا لا، مش حكينا مش حكيت انا كنت زي اللي ترابط بين وانا ترابط بين
يصلي قبل الكورونا. ما ما في سلايد كان معي اصلا زي سينكرونس. سينكروناس والاسينكروناس هذول الثلاثة ما هم اسينكروناس، يعني بمعنى انه بترسل او بتستقبله بتضلك ماشي ماشي، بينما البعديها هاي اللي هي سينكروناس. السينكروناس اللي هي للسيرفيسز ويب سيرفيسز، تبعت تبعت طلب معين تستنى عبين ما يجيك الرد. هاي التاسك، هاي انا شغال في بول معين عند محل معين، حطيت سيرفيس تاسك، بمعنى انا طلبت سيرفيس من جهه تانية، بروح الطلب برجع لي الرد، بطلعش من هون الا غير لما يكون انا جاني الرد وانتهيت منه. لو كان مستخدم سند مسج، ببعث سند مسج في اللحظه اللي بيتم استقبالها من جهه تانية. طبعا مهم استخدم بروتوكول، يعني بستخدم البروتوكولز اللي حكينا عنهم في عمليه الاتصال. في اللحظة اللي بعرف إنه تم إرسال الرسالة ما بستناش، بضل ماشي. في لحظة ما لو كان أسينكرونس يمكن يجي ريبلاي أو يمكن ما يجي وش ريبلاي، عارف؟ أسينكرونس كوميونيكيشن، فيش تزامن، ما بستناش رد. إذا هي عملية الاتصال ما بين تو بروسيسز. هون ثلاث طرق، وفي الثانية أو في الأسينكرونس ثلاث طرق، والسينكرونس طريقة واحدة اللي هي من خلال الويب سيرفيس. حكينا احنا عن الـ Event Sub Processes، ممكن هذا الرسمة تبعتها بس بدي اكبرها شوي وبعد برجع. مش حكينا عن الـ Sub Process، في عنا اول في البداية حطينا التاسك العادية، وفي عنا الـ Sub Process، وعنا الـ Event Sub Process، قلنا اللي بيكون مخطط بدائر بشكل دائري، وقلنا هذا بيكون مش في النورمال فلو، مش بيكون في النورمال فلو. تفرج على هذه الرسمة، عندك جاي هون بعدين بجي على هذا الصندوق كله، هذا الصف بروسيس، لاحظ بداخله هاي لحالها هذه ايفنت صف بروسيس، وهذه ايفنت صف بروسيس، وهذه ايفنت صف بروسيس، ماشي. زي هاي كبرناها شويه، هذا عباره عن صف بروسيس في الداخل، هذه كلياتها صف بروسيس. هاي في اللحظه اللي بجي هون بشتغل من وين؟ من هون. هاي الستارت تبعتها وهي الان تبعتها، هذول بتنفذوا بعرفش بتنفذوا او بتنفذوش، اللي بيقول لي انهم بتنفذوا هو الستارت تبعهم يشتغل، الستارت تبعهم يشتغل. ولذلك هذول ايفنت بيست سب تاسك، ايفنت بيست سب تاسك، مش مربوطات بالنورمال فلو، مش مربوطات. ممكن تخيلهم زي الاد هوك بس سب بروسيسز، بيشتغلوا بس الاد هوك اد هوك، يعني بعرفش بالمره. هون مربوطات بايش؟ ايفنت معين. مش معنى انا شو هو الايفنت، يعني سواء كان ايرور او مسج، او هذا مثلا كان مسج، وهون بعرف شو هذول، مش واضح عند الرسمه، بس هذول عباره عن ايفنت معين. الكامل الاول تطلع ايه؟ الكامل البروسيس ده اللي اول تطلع من هاي الصف. لا لا، ممكن يشتغل اكثر من واحد، ممكن يشتغلوا اكثر، بعرفش انا اللي بشتغل منهم، ممكن يشتغلوا كلهم، ممكن يشتغلوا كلهم من الصف. ايه انت بتطلع من الصف بروسيس. هي هذه هذا الفلو العادي، هي الفلو العادي من هون. هذا تطلع اذا كان في عندك ايرور معين، هذا تطلع عندك اذا كان في ايرور معين. هذه يمكن قريبة من المثال اللي حكينا عنه في الأول، اللي هي البوكينج وال، يعني هذا عملية بوكينج. خلاص كونفرسيشن
سؤال واضح عندك، يعني سؤال واضح انه على سبيل المثال انا شغال في هاي، طب وصلت هون بطلع ولا بكمل؟ لا بكملش هون، بكملش. احنا الفلو الطبيعي شو هو تبعنا في هذه المنطقه السب بروسيس؟ يوصل الان الان، بس اذا كان في خلال ما هو عماله شغال اشتغلت واحده من هذول وصل الان ماشي، بس ذاك اذا كان هذا ماشي في النص واشتغل هذا هل بيطلع وصل لهوني بيطلع؟ لا بيطلع. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي في هاي، في عندك هذا السب تاسك، في هذا السب تاسك مكون هذه الأساسية، هذه هي الأساسية. الآن إذا اشتغلت هذه وبلشت فيهم، إذا وصلت لهون ولا واحدة من هذول شغالة بكون طلعت، بكون طلعت. الآن إذا أنا قاعد بشتغل في هاي واشتغلت هاي لازم أخلص الهاي وأخلص الثاني. إذا وأنا عمالي مثلاً هذه خلصت بس كنت بادي في هذه قبل ما أطلع منها وعرفت اشتغلت هاي كمان بشغل اللي بعديها. إذا إحنا هون في هذه في عنا بداية وفي عنا نهاية، وهدول إذا اشتغلت أي واحدة فيهم أو اشتغلت تنتين أو ثلاثة المفروض إنها تكمل، المفروض إنها تكمل. نعم. من أصل الـ PBMM أداة يدمن.